توقع وزير الخارجية الأمريكي انزلاق الاقتصاد الروسي إلى الركود، وقال إن العقوبات الغربية أضرت بالاقتصاد الروسي كثيرا لكنها لم توقف دعم روسيا للانفصاليين في أوكرانيا وهو ما تنفيه روسيا. وقال كيرين بوسع روسيا تفادي مزيد من العقوبات بالموافقة على خطوات من أجل إنهاء الدعم للمتمردين الذين سيطروا على مناطق تسكنها أغلبية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا بعد احتجاجات أطاحت بالرئيس المؤيد موسكو في فبراير. I said a moment ago that Russia has the opportunity to make a very different choice. أمام روسيا فرصة لتبني خيار مختلف جدا. نحن مستعدون مثل الآخرين للجلوس للتفاوض على سبل معقولة يمكن من خلالها لجميع الأطراف الموافقة على كل الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل المضي في اتجاه مختلف متيسر. ويحضر كيري الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث يعتزم أن يبحث مع حلفاء أوروبيين فرض المزيد من العقوبات على روسيا. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات المال والدفاع والطاقة الروسية بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية لأراضيها في أعقاب استفتاء في مارس وشكاوى كييف من مساندة موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا. إلا أن وزير الخارجية الألماني فرانك شتاين ماير دعا إلى تفادي التصعيد بين الناتو وروسيا حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة، وطلب بفتح قناة اتصال مع موسكو لتفادي تصعيد التوتر، محذرا من مواجهة طويلة الأمد بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. يتعين علينا أن ننظر في كيفية الحفاظ على ألا يخرج الوضع تماما عن السيطرة وألا نترك الديناميكيات العسكرية تعمل تلقائيا وتسيطر على الوضع. فالعمل السياسي والدبلوماسي ضروري، ويتعين أيضا فتح قنوات مستقلة لمراجعة أخبار بعينها. وتتبادل روسيا وناتو الاتهامات بشأن تصعيد التوتر في شرق أوروبا، ويقول محللون إن قيام الطرفين بدوريات عسكرية ومناورات يزيد من خطر الحوادث التي قد تؤدي إلى اشتباكات عسكرية. جيهان لطفي، رويترز.